مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. اليوم نتوقف مع ضيوفنا عند اخر التطورات السياسيه والميدانيه للحرب على اهلنا في غزه. يسعدنا كثيرا ان يكون معنا اليوم من رام الله الدكتور رائد ابو بدوي، وهو استاذ في القانون والعلاقات الدوليه. اهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من جلميم الدكتور محمد زهور، وهو أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بوجدة. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسرنا أن يكون معنا من القاهرة الدكتور محمود حسين، وهو رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية بمصر. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور رائد أبو بدوي، أهلا بك أولا معنا. هناك اليوم حديث ويبدو أن هناك إصرار على الاستمرار في هذه الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة. سيد نتنياهو طالب بخطة لإجلاء المدنيين من رفح، ما معنى هذا بالنسبة إليك؟ واضح أنه الأمر يحتمل يعني سيناريوهين، يا إما أنه هو يهدد حقيقة في اجتياح رفح وسيقوم باجتياحها، وهذا من شأن أنه يسبب عدة مشاكل. أولا الاكتظاظ السكاني الموجود برفح، نحكي عن تقريبا 1.5 مليون فلسطيني بمساحة ضيقة، وهذا يعني ارتكاب مجازر في رفح، وإضافة إلى سوء الوضع الإنساني في رفح. تنسيش أنه رفح هي اللي بعبر منها كل المساعدات لكل القطاع غزة. وأيضا الإشي الأخطر في الموضوع أنه هو إمكانية التهجير القسري إلى سيناء، لأنه هذا من شأنه أنه يضغط على السكان للعبور إلى سيناء إلى مصر، وهذا يعني أنه في هناك توتر زائد للعلاقات مع مصر. يعني حتى مصر أعلنت أنه أي تهجير إلى سيناء هو يهدد حتى يعني اتفاقية السلام كاملة ما بين إسرائيل وما بين مصر. هذا من جانب. هسه ممكن في احتمال أنه هو يضغط فقط ويهدد فقط في الاجتياح، على وعسى أنه يحقق شروط أفضل ما لصفقة الأسرى اللي رفضتها تقريبا. يعني واضح أنه إسرائيل رفضت هذه الصفقة اللي قدمتها حماس، ممكن أنه يحقق من خلال هذا الضغط ومن خلال هذا التهديد، يأمل أن يحقق يعني تنازلات من قبل حماس أكثر فيما يتعلق في أي مفاوضات أو أي محادثات لاحقة لأي صفقة قادمة. طيب دكتور زهور، في آخر تصريحاته نتنياهو يقول إن هذه الحرب ستستمر شهورا أخرى، هل هو قادر على دفع ثمن حرب بهذا الحجم لشهور أخرى رغم أن الحصيلة اليوم ثقيلة جدا كذلك؟ في الحقيقة بالنظر إلى الدعم الذي يحظى أو لا زالت تحظى به إسرائيل في هذا العدوان على قطاع غزة، أعتقد أنه من المحتمل هناك احتمال أن تستمر هذه الحرب أعتقد لأسابيع أخرى. ولكن إذا ما قررنا أيضا بعض الآراء السياسية خاصة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الخلافات الكبيرة التي تقع الآن داخل مجلس الحرب داخل إسرائيل، هناك أيضا أنباء على أنه أعتقد أنها قد وصلت إلى السرعة القصوى قبل تبني هذا الاتفاق الأخير، والذي عبرت فيه إسرائيل في الحقيقة عن رفض كبير لمختلف النقاط الواردة فيه، وخصوصا أنها رفضت مناقشة رفع الحصار على قطاع غزة، رفضت أيضا الانسحاب من الشريط القائم ما بين إسرائيل وقطاع غزة، وكذا مجموعة من النقاط الأخرى التي اشترطت فيها وقبلت فيها فقط الانسحاب من مراكز بعض المدن داخل قطاع غزة. ولكن أعتقد أنه هذا التلويح بالهجوم على رفح قد أعتقد أنه قد يؤجل لأسبوعين حسب تصريح لنتنياهو، وهذا ما أبلغ به اليوم بلينكين عندما قال على أن الخطة لابد أن يتم إعدادها، وقد يستمر وقد يبدأ هذا الهجوم على رفح بعد أسبوعين. ولكن كما أشار الدكتور بدوي، أعتقد أنه هناك مجموعة من الشروط. لابد أولا أن يتم التخطيط لكيفية إجلاء ما يقارب 1,400,000 يعني من سكان قطاع غزة الذين يتواجدون الآن في رفح. ثانيا لابد أيضا أن يكون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يكون هذا الضوء أخضر أعتقد إلا إذا كان هناك ضمانات على أنه لن تكون هناك مجازر خاصة في مساحة ضيقة التي يتواجد فيها هؤلاء السكان. ثانيا لا يمكن أن يتم يعني الهجوم على رفح بدون موافقة مصرية، لأنه هو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة يعني
بدولة أخرى بأخص مصر بمصر، وبالتالي هذا المعبر إذا ما قدر الله تم استهدافه سيكون له تداعيات أكثر خصوصا في الجانب الإنساني، خاصة وأننا في الأيام الأخيرة لاحظنا على أن الأورنوا يعني أعتقد أنها قطع عليها الدعم من مجموعة من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى غير ذلك. ثانيا على أنه من ناحية الوضع الإنساني لا زال متأزما، والمواقف الأمريكية خصوصا اليوم التي أشار فيها بايدن في تصريح في البيت الأبيض على أن في الحقيقة رد إسرائيل على 7 أكتوبر يعني كان قد تجاوز الحدود، وبالتالي هذه رسالة لنتنياهو أولا لكي يتخلص من المتطرفين الذين يتحالفون معه الآن حاليا ويؤيدون استمرار الحرب، وبالتالي استمرارية الحرب أعتقد أنه دخلت في السرعة القصوى قبل توقيع هذه الاتفاق الهدنة الذي قد يقوم، وبالتالي ستكون هناك بعض التعديلات من الجانب الإسرائيلي ستفرضها. الوسطاء اليوم توصلوا برد تل أبيب عن هذا الاتفاق واشترطت إسرائيل عن أن نعم. طيب الدكتور محمود حسين، ما سمعنا الرئيس الأمريكي بايدن يقول إنه أفلح في إقناع الرئيس السيسي بفتح معبر رفح، ثم تسألنا ما هي الضمانات أو ما هي الشروط التي تمت الاستجابة لها، ثم سمعنا تفنيدا من الرئاسة المصرية، ما الذي حدث بالضبط؟ دعنا نقول لك أن الحديث ما يتم الآن ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية حول عملية إنهاء الحرب داخل قطاع غزة وبالتحديد في منطقة رفح المركزية، أن مصر قالت لابد أن يكون هناك رعاية لفرصة كبيرة والحفاظ على الأمان والاستقرار في معبر رفح المصري والفلسطيني، وأن الدعوات التي تقام من نتنياهو وحكومة الصهيونية في ضرب رفح هي سوف تنهي كل ما يتم من عملية التهدئة والاستقرار لعودة إعمار غزة من جديد، وأيضا الحصول على هدف أساسي وهو هدف الاستقرار داخل منطقة الأراضي الفلسطينية. دعنا نقول لك أن بايدن في مرحلة الانتخابية الآن يسعى إلى تبييض وجهه لكي يستطيع الجمهور الأمريكي باختياره للمرة الثانية. هنا يبحث مع الإدارة المصرية إلى وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والمطالبة الأساسية بالاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية، لأنه يأخذ هذا الموضوع بالترويج الانتخابي. الترويج الانتخابي زميلتي العزيزة في الانتخابات الأمريكية لكي يستطيع أن يفوز على ترامب، هنا يلعب اللعبة السياسية التي يعني نحن في هذا الصراع يموت النساء والأطفال وكل أبناء الأراضي الفلسطينية وفقا لكراسي متحركة في الرئاسة الأمريكية وإن كانت الحكومة الصهيونية. نتنياهو يلعب بالألفاظ، أريد أن أعرف أكثر عن الموقف المصري. الرئاسة المصرية تقول إنها فتحت المعبر من دون شروط، هل هذا صحيح؟ بالفعل أن الرئاسة المصرية فتحت المعبر بدون شروط، بل أنها كانت ترسل المساعدات الإنسانية بشكل يومي في ظل التعنت الصهيوني بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع فلسطين. الحكمة المصرية في التداول القضية ليست فكرة الصراع وضرب إطلاق النار، ونحن نعلم القوة التي يتواجد عليها العدوان الصهيوني، بل أن الفكرة أننا نكتم فكرة الاتفاق السلام بشروط نريد أن ننفذها بأنفسنا بوصول المساعدات. يعني المنطق السياسي يقول متى سوف نكون أصحاب حكمة في التعامل مع العدوان الصهيوني؟ بدل أن يكون هناك صراعات داخلية في رفح المصرية وفي رفح الفلسطينية لابد أن يكون عملية التهدئة، حتى لما لوحت القوات الصهيونية بضرب محور صلاح الدين كان هناك تقدم للجيش الثالث المصري لكي يقول لقوات الصهيونية أننا متواجدون للحفاظ على محور صلاح الدين وعلى رفح المصرية والفلسطينية والحفاظ أيضا على وصول المساعدات الإنسانية. حتى مبعوث الأمم المتحدة أخذ التوثيق الأساسي الذي وثقه المبعوث في زيارته الأولى لرفح المصرية لكي يتم بهذا التوثيق بوصول المساعدات الإنسانية ووصول الأدوية الطبية لمن ماتوا في سبيل الحفاظ على قضية الفلسطينية. اليوم أمريكا تتلاعب بالألفاظ السياسية للحفاظ على الكراسي الذين يجلسون عليها وليس الحفاظ على قضية الفلسطينية.
طيب الدكتور رائد أبو بدوية، هذا الموقف الأمريكي الذي طرأ عليه الكثير من التغييرات، كان هناك دعما لا مشروطا في البداية لإسرائيل، ثم لمسنا بعض التغيير في المواقف السياسية لواشنطن، لماذا هذا التغيير برأيك يا دكتور؟ لماذا التغيير؟ لأنه هناك يعني أمريكا منحت الوقت الكافي لإسرائيل لتحقيق أهدافها، وبعتقد أنه فشلت عسكريا في تحقيق الأهداف. باستمرار هذا العمل العسكري باستمرار البشاع، بعتقد هذا بشكل ضغط على الإدارة الأمريكية، سواء ضغط في الشارع الأمريكي نفسه. تنسيش أنه إحنا في سنة انتخابات أمريكية، في هناك كثير يعني أصوات حتى في داخل الحزب الديمقراطي ومن أعضاء المجلس النواب البريد في الحزب الديمقراطي بلشوا ينادوا في موضوع وقف العدوان على قطاع غزة وأثره على الانتخابات. هذا من جانب. من جانب آخر تنسيش أنه في ضغط دولي أيضا من أوروبا تحديدا وبعض الدول الأوروبية والعالم فيما يتعلق في الضغط على أمريكا للضغط على إسرائيل في وقف العدوان، والمصالح الأمريكية اللي في الشرق الأوسط اللي قاعدة تتهدد واللي زادت يعني من وتيرتها شيء فشيء، لدرجة أنه بلشت أمريكا تضرب قاعدة في دخلت جزئيا للصراع مباشر، وبلشت تضرب في موضوع اليمن، وبلشت تضرب في موضوع في العراق، وهذا من شأنه أنه يهدد المصالح الأمريكية. أعتقد كل هذه الأسباب مجتمعة هي عوامل ضغط على الإدارة الأمريكية اللي خلت إدارة بايدن تغير من نغمة صوتها السياسي تجاه الإدارة نتنياهو. وآخر فرصة كانت ممنوحة لنتنياهو بالنسبة للأمريكان اللي هي مع زيارة بلينكين، كانت في شغلتين مهمتين حملين بلينكين. موضوع أولاً إطار باريس اللي أصلاً يعني صار التوافق عليه بإشراف أمريكي فرنسي وقطري ومصري، واللي واضح أنه من تصريحات مؤتمر صحفي لنتنياهو اللي عقد امبارح واضح أنه هو يرفض هذا الاتفاق. فورقة الأسرى وإطار باريس كانت ورقة أمريكية تتمنى الإدارة الأمريكية أن تمررها من أجل وقف إطلاق نار تقريبا مستدام، من أجل نسميه هدنة مستدامة، حتى أمريكا هيك سمتها، ما سمتهاش وقف إطلاق النار ولكن مستدامة طويلة. والورقة الثانية اللي حملها بلينكين اللي هي ورقة صفقة السلام الإقليمية اللي هي موضوع وقف إطلاق النار، انسحاب من غزة، دولة فلسطينية مقابل التطبيع والاندماج، اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، وأعتقد برضو رفضتها الحكومة الإسرائيلية ورفضها نتنياهو. وبالتالي كانت هذول الورقتين آخر ورقتين استخدمتهم الإدارة الأمريكية من أجل إقناع نتنياهو في العدول عن موقفه والابتعاد عن التعنت فيما يتعلق في الرؤية الأمريكية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقتنعة الآن بأنه نتنياهو وحكومته اليمينية، طبعا نستثني غانس نستثني آيزنكوت، بلشت مقتنعة أنه هذا الرجل يسعى لمصالحه السياسية شخصيا دون مصلحة الكيان الإسرائيلي ككل، هذا من جانب، ولا يكترث أيضا بالمصالح الأمريكية سواء مصالح حزب الديمقراطي في وانتخابات الداخلية ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط. فبعتقد أنه يعني هذا نهاية المطاف. بعتقد أنه الإدارة الأمريكية خلال الأيام القادمة ممكن تستخدم بعض الأدوات الضغط على الحكومة نتنياهو، ممكن تكون أدوات سياسية مثلا مثل تمرير قرار في مجلس الأمن، وأعتقد أنه هذا الوقت مناسب جدا حاليا لجنوب أفريقيا من جهة، للجزائر اللي هي عضو في مجلس الأمن، للدول العربية تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن من أجل وقف العمل العسكري. ممكن أمريكا تمرر هيك قرار، وأيضا في فرصة فلسطينية في سبيل الضغط السياسي الأمريكي على نتنياهو، فرصة فلسطينية لتقديم طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واللي الولايات المتحدة الأمريكية بلشت تلمح الأسبوعين الماضيين في إمكانية الاعتراف في الدولة الفلسطينية. هلا أنا أستبعد إنها الإدارة الأمريكية أن تعترف في الدولة الفلسطينية حاليا، ولكن أنا بتوقع أنها ممكن تمرر قرار مجلس الأمن لا من أجل العضوية الكاملة. طبعا هذا إضافة لأدوات مالية وأدوات عسكرية أخرى ممكن تستخدمها الإدارة الأمريكية لنتنياهو. في موضوع آخر أيضا أتوقع أنه بلشت في الإدارة الأمريكية تستخدمه ضد نتنياهو، موضوع عزله السياسي. أنا بعتقد مش عزله من المنصب سياسيا ولكن عزله من الحياة السياسية وفي العلاقات السياسية سواء داخل إسرائيل أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا كيف بلينكين اجتمع مع غانس عضو مجلس الحرب، وتنسيش انه غانس وايزنكوت هم دخلوا للائتلاف الحكومي فقط في 7 اكتوبر وهم من المعارضين لنتنياهو تقريبا. واعتقد اجتماعه هذا كان يعني يؤدي رسائل معينه للداخل الاسرائيلي والمعارضة الاسرائيليه على امكانيه الذهاب بعيدا بحكومه اسرائيليه بعيدا عن نتنياهو شخصيا، اضافه لحتى الاداره الامريكيه تعتقد
أنه فكرة صفقة السلام الشرق الأوسط والتطبيع وتفويت نتنياهو الفرصة أمام إسرائيل لهذه الفرصة اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعتقد هذا من شأنه أنه يضعف نتنياهو في أي انتخابات إسرائيلية قادمة أو أي في أي تحولات سياسية قادمة في داخل الجبهة الإسرائيلية. طيب دكتور زهور، عندما تقول الإدارة الأمريكية إنها لن تدعم إسرائيل في أي عملية محتملة في رفح، هل هذا يمكن أن يثني نتنياهو عن مخططاته؟ ما هي أدوات الضغط خارج التي قالها الدكتور بدوية يمكن أن تغير رأي نتنياهو ويمكن أن تطيح به كذلك على الأقل إخراجه من الحياة السياسية؟ بالفعل هذا هو الخيار الذي يعني أشارت إليه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، هي أنه يعني مجموعة من الإجراءات بما في ذلك أنها تدرس الآن إمكانية فرض عقوبات على بعض الجنود داخل الضفة الغربية، هي رسالة أولا لنتنياهو على أن يختار، على أن يختار إما أن يساير التوجهات الأمريكية، خاصة وأنها غدت الطرف لمدة أكثر من 4 أشهر على هذه الحرب وما أتت به من نتائج على المستوى الوضع الإنساني، على مستوى المجازر، حتى على مستوى يعني لم تستطيع إسرائيل حتى أن تقنع المجتمع الدولي على مستوى محكمة العدل الدولية، حيث أن هناك إقرار بأن بالفعل هناك إبادة جماعية أو مؤشرات لإبادة جماعية لسكان قطاع غزة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع من خلال كما أشار الأستاذ على أنها أن لا تعارض أو لا تستخدم حق الفيتو في أي قرار قد يتقدم في الأيام، أتمنى أن نراه في الأيام القادمة على مستوى مجلس الأمن يدعو إلى وقف يعني وقف إطلاق النار، وقف الحرب داخل قطاع غزة، والذي يمكن أن لا تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو على مستوى مجلس الأمن. ثانيا على أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توقف بعض المساعدات خاصة العسكرية التي يعني وقف على أو على الأقل تقليص نسبة المساعدات المقدمة من خلال ذلك الخط الجوي الذي الآن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عبره المساعدات العسكرية لإسرائيل. أيضا لابد أيضا أن يعني من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن لا تقوم بدعم يعني لا تقوم على الأقل بدعم إسرائيل ماديا على مستوى، خاصة وتعلمون على أن هذه الحرب لها آثار يعني مالية كبيرة على إسرائيل، وربما هناك مؤشرات تقول على أن ثلث هذه الحرب أو ثلث هذه الخسائر ستمولها الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تفي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الوعود. أيضا على المستوى الداخلي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول على أن لإسرائيل على أنني في سنة انتخابية وأن المجتمع الدولي أو الدعم الدولي لإسرائيل يتضعل، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى مواقف يعني غير مؤيدة أو تبدو نوعا من التراجع أو يظهر نوعا من التراجع على مستوى هذه المواقف، فإن الدول الغربية الأخرى ستتراجع بشكل كلي. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في زيارتها الأخيرة يعني إلى إسرائيل تسعى جولة بلينكين الأخيرة في الشرق الأوسط تسعى إلى الدفع بهذا الاتفاق أو اتفاق الهدنة، وإسرائيل تريد اتفاقية هدنة يعني قصيرة من أجل أن تستمر في الحرب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على أنه حان الوقت لكي يتم يعني توقيع هدنة مستدامة على أساسها تضع حدا لهذه الحرب. ولكن الواقع هو أن ما بعد الحرب أو ما بعد اليوم التالي للحرب أصبحت الآن مناقشات كثيرة، يعني ربما أن الحرب تعيش يعني مراحلها الأخيرة، خاصة وأن رفح يعني استبعد جدا أن تقوم إسرائيل يعني باستهدافها إذا لم تكن هناك موافقة أمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية قد تعارض هذا التوجه، وبالتالي ستكون إسرائيل أمام يعني موقف حرج جدا إذا قامت يعني بالهجوم على رفح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعمها في 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 في, في يعني في الساحة الدولية، كما أن حتى الدعم الذي قطعته الولايات المتحدة الأمريكية على الأمور ويعني تدرس الآن إمكانية توجيهه أيضا إلى منظمات أخرى بما في ذلك يعني البرنامج الغذاء العالمي اليونيسف، يمكن أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية تقدم حوالي 300 إلى 400 مليون دولار للأونروا، ربما قد يتم إعادة توجيهها إلى هذه المنظمات الدولية يعني في الأيام القادمة.
طيب دكتور حسين، إسرائيل قالت إنها تعهدت لبلينكن بعدم التحرك في محور فيلادلفيا من دون التنسيق مع مصر. كيف تستعد مصر لأسوأ الاحتمالات وهي واردة طبعا؟ الاستعداد المصري أبلغته الحكومة المصرية للكيان الصهيوني تحديد في آخر اجتماع كان يتم منذ أيام حتى وقتنا هذا مع قيادات حركة حماس مع الحكومة المصرية ومخابرات عامة المصرية بالتحديد، وفكرة عملية التهدئة وعدم المساس في الأراضي المصرية وبمحور صلاحية، وبالتحديد الترتيب السياسي الذي تقوم به الحكومة المصرية أو المخابرات العامة المصرية هو ترتيب وفقا للسياسة الحكيمة على الاتفاقات التي تمت في السابق ما بين الكيان الصهيوني وما بين الحكومة المصرية، هي فكرة السلام والعملية الخاصة بالسلام. إسرائيل تعي تماما أنها ترفض الحكومة المصرية أو قيادات الجيش المصري بأن يكون هناك حديث على ضرب رفح أو محور صلاح الدين أو أيضا ضرب منطقة جيم الحدودية في منطقة رفح المصرية أو الفلسطينية. دعنا نقول لك أن الاجتماعات التي تمت أيضا بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية كان هناك قرار حاسم فيها أن لابد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولابد أن يكون هناك التعاون مع القضية الفلسطينية بشكل حازم أكثر، وأن الكيان الصهيوني وفقا للرؤية الأمريكية اتخذ كل مواقفه العسكرية في قطاع غزة وفي كل المناطق وفي خان يونس لكي يواجه ما دعاه الكيان الصهيوني أنها حركات إرهابية، ولكن هي تتعامل في إحفاظ على الحق الأراضي الفلسطينية. دعنا نقول لك أن الموقف أو الرهان للحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية على النفس الطويل في تلك المعركة وفي تلك الحرب. الشعب الفلسطيني أثبت للجميع وأثبت للدول العربية قبل الدول الأجنبية بأنه نفسه طويل وقادر على الحفاظ على الأرض وقادر على الحفاظ على القضية الفلسطينية مهما حدث فيه. وهو كانت المنطقة السياسية الاستغرابية التي استغربها نتنياهو، كيف هذا الشعب يتعامل مع القضية بكل قوة وقضية وطن ولا يريد أن يترك وطنه ولا يريد عملية التهجير ويريد عملية إعمار غزة من جديد، وأن يكون هناك رعاية خاصة من الحكومة المصرية وأيضا من القيادات الفلسطينية القادمة والوحدة الوطنية ما بين حركة حماس وباقي الحركات في فتح الجهاد الإسلامي لكي يتم تشكيل حكومة فلسطينية. هنا يعني أثبتت الإدارة الأمريكية لإدارة نتنياهو بأن هناك قوة فلسطينية مصرية عربية قادرة على الحفاظ على القضية الفلسطينية. الإدارة الأمريكية بعد أيام قليلة ستكون لها رد في مجلس الأمن، لابد وقف إطلاق النار بعد المراهنات والمراهنات الكبيرة من نتنياهو للشعب الإسرائيلي بأنه فاز وانتصر على حركة حماس أو انتصر على طوفان الأقصى أو انتصر على الشعب الفلسطيني. هنا لابد أن نقول أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة للشعب الإسرائيلي ويجمل وجهه لكي يستطيع أن يستكمل مسيرته الرئاسية للحكومة الصهيونية الغاشمة. ولكن دعنا نقول لك أن الترتيب السياسي الذي يتم الآن بين أمريكا والكيان الصهيوني هو هدفه فكرة إنهاء الحرب بدون خسائر، خسائر اقتصادية توالت في العالم ككل، أمريكا وإسرائيل يعني تزمت بتلك الخسائر الاقتصادية، أيضا خسائر سياسية، أيضا خسائر ميدانية، أيضا خسائر نفسية للجنود الإسرائيليين. هو كل هذه الأمور التي تمت يعني كانت فوق توقعات الجيش الإسرائيلي الغاشم، كانت فوق توقعات نتنياهو وأيضا بايدن، وهذا الذي جعل الصراع السياسي الأمريكي الآن أن يكون هناك ترامب في المرحلة الانتخابية ويدعو إلى فكرة السلام. ترامب الذي هو كان له يعني في الأساس يعني المسمار الأول في نعش صفقة القرن لكي يكون هناك إعلانا لدولة إسرائيل وعاصمتها القدس، هو الذي يقول الآن يدعو إلى السلام ويدعو إلى التسالم لكي يحافظ أو يذهب إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هنا التحول السياسي بين أمريكا والكيان الصهيوني للحفاظ على كراسيهم السياسية كما قلت لك في السابق والحفاظ على عدم خسائر اقتصادية في المستقبل القريب.
دكتور بدوي، أعود للنقطة المهمة التي أثرتها والمتعلقة بأوراق الضغط الممكنة على إسرائيل. طيب، البيت الأبيض قال إنه لم يغير سياسته فيما يتعلق بتسليح إسرائيل، كيف يمكن أن يضغط على نتنياهو أو أن يضغط على المكونات السياسية اليوم من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة؟ أنا بعتقد أنه مش راح يبدأ الإدارة الأمريكية مش راح تبدأ في الموضوع العسكري بطريقة مباشرة. هناك أدوات سياسية دبلوماسية أعتقد أنه راح يبدأ بها. هناك موضوع العزل السياسي داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية عبر التحالفات مع سواء إيزنكوت وغانس ولابيد وما إلى ذلك من أجل تغيير الداخل. أعتقد أنه راح يبدأ بالوسائل الدبلوماسية، بدايتها راح تكون في رفع المظلة والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لإسرائيل في كل تقريبا المنظمات الدولية، سواء بمجلس الأمن وتمرير قرارات أو حتى أي حماية يوفرها في المؤسسات الأخرى الدولية مثل محكمة الجنايات والجمعية العامة وما إلى ذلك. إضافة إلى موضوع الضغط الكبير بعتقد اللي هو تمرير قرار فيما يتعلق في الاعتراف في الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، حتى لو ما اعترفتش أمريكا نفسها في دولة فلسطين، بعتقد مجرد تمرير قرار لعضوية كاملة المتحدة أعتقد هذا راح يشكل ضغط دبلوماسي، خاصة إذا تزامن ذلك مع اعترافات في داخل أوروبا، لأن أوروبا أيضا تتحدث عن موضوع الاعتراف في الدولة الفلسطينية، وأوروبا باتت على قناعة بأنه فرض حل الدولتين على إسرائيل هو غير ممكن إلا من خلال المجتمع الدولي، يعني فرض دوليا وعدم الانتظار إلى القرار الإسرائيلي في ظل حكومة نتنياهو. هذا الضغط الدبلوماسي أعتقد ممكن يكون ضغط مالي أيضا وضغوط مالية مرتبطة بالمساعدات. تنسيش أنه في جزء كبير من الموازنة إسرائيل يعتمد على المساعدات الأمريكية، أعتقد أنه وضع شروط أمام هذه المساعدات ممكن تكون أداة ضاغطة كبيرة. أعتقد أنه المراهنة على الجبهة الداخلية هي أكثر مراهنة في وقف ولجم نتنياهو، خاصة أنه الأيام المقبلة ممكن على الغالب أنه غانتس وأيزنكوت ينسحبوا من مجلس الحرب، وهذا من شأنه أنه يصاعد الاحتجاجات الشعبية والاحتجاجات السياسية في الداخل الإسرائيلي، اللي ممكن على القليل بعتقد أنها تحرك أعضاء بحزب الليكود وهو حزب نتنياهو نفسه اللي أصلا ممتعضين من سياسة نتنياهو. تنسيش أن نتنياهو في ائتلاف الحكومة ما عندوش أكثر من تقريبا 64 صوت من 120، وبالتالي يكفي 4-5 أصوات من حزب الليكود أن يحجب الثقة عن حكومته، وهذا يفتح المجال أمام تشكيل حكومة من دون نتنياهو مع حزب الليكود صحيح، ولكن من دون شخص نتنياهو. أعتقد أن الاحتجاجات وتصاعدها وانسحاب غانتس من الحكومة بعتقد هذا أفضل حاليا. ما الذي يؤخر تحركا كهذا دكتور بدوي؟ يعني غانتس يعني كان ينتظر فكرة، غانتس هو مش ضد الحرب على قطاع غزة للعلم، ولا إيزنكوت ولا حتى لبيد يعني اللي في المعارضة، ولكن الخلاف اللي ظهر مؤخرا حول فكرة الأسرى الإسرائيليين، هل واضح أنه غانتس قبل أيام أعلن قال أنه إذا ظهر أمامي وثبت أمامي أنه نتنياهو يسير قراراته فيما يتعلق بصفقة الأسرى وما إلى ذلك وفق أجندة سياسية خاصة فيه وفي حزبه، أنا سأنسحب من الحكومة، وبالتالي نقطة الخلاف. ولم يظهر له بعد ذلك، هذا واضح تماما الكل يقوله. أعتقد وضح أكثر من بعد امبارح مؤتمر الصحفي بعد ما استلموا مبادرة حماس، وكان خاصة أنه غانتس وكثير من أعضاء مجلس الحرب حذروه بأنه يطلع يعمل مؤتمر صحفي قبل اجتماع مجلس الحرب، لأنه المفروض مجلس الحرب هو من يتخذ القرار بخصوص مبادرة حماس، ولكنه أصر على الخروج في مؤتمر صحفي بصفته الشخصية، يعني بصفته السياسي مش بصفته مش نيابة عن الحكومة، ولكن أعتقد أنه أثار غضبهم. حتى في اجتماع، يعني وسائل الإعلام الإسرائيلي بتقول في اجتماع مجلس الحرب البارحة أنه طلع الاجتماع بدون أي قرارات نتيجة الخلافات ما بين أعضاء مجلس الحرب. أعتقد الموقف اللي عمله نتنياهو نتيجة رفضه بهذا الشكل لمبادرة حماس وعدم ترك الباب يعني مفتوح أمام تفاوضات مستقبلية في موضوع الأسرى، أعتقد هذه القسمة اللي قسمت ظهر البعير، أعتقد هذه من شأن أنه تخرج غانتس من الحكومة. أضيف إلى سبب آخر، استطلاع الرأي الأخير في إسرائيل خسرت حزب غانتس مقعدين من الكنيسة. حزب غانتس اللي من بداية 7 أكتوبر لليوم كان في تصاعد في كل استطلاعات الرأي،
في آخر استطلاع خسر مقعدين مقارنة مع آخر استطلاع. هذا يعني أنه جانس استمراره في حكومة الحرب مع نتنياهو سيخسر سياسيا أيضا. أعتقد كلها أسباب من شأنها أنها تخرج جانس وايزنكوت من حكومة الحرب. طيب دكتور محمد زاهر، كان هناك اجتماعا وزاريا رفيع المستوى البارحة في الرياض، مخرجاته هل يمكن أن تغير من واقع الأمر شيئا؟ أعتقد أنه تلك المخرجات في الحقيقة لابد أن نقول على أنه لن تساهم بشكل كبير، ولكن ستتماهى مع هذه الضغوط السياسية التي تتعرض لها حكومة نتنياهو. وقد نرى في القريب العاجل أيضا كما أشرت ضغوطات أكثر سواء من المنظمات الدولية أو من دول أخرى غربية، وبالتالي تلك المخرجات في الحقيقة تسير في اتجاه الضغط لإبرام هذه الهدنة، يعني من أجل أيضا اعتماد إطار باريس الذي يعني حدد إطارا على الأقل لوقف لتوقيع اتفاق ما بين إسرائيل وحماس. ولكن للأسف الشديد أن هذا الاتفاق تحاول ما أمكن إسرائيل على في إطار هذه الهدنة أن تماطل أو أن تحقق نوعا من المكاسب، لأن توقيف يعني الحرب بالنسبة لإسرائيل يساوي أنها لم تحقق أهدافها، لأن الأهداف التي سطرتها منذ البداية كانت أهدافا في الحقيقة لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع، لأنها نحن أمام حرب ليس أمام يعني جيشين نظاميين، جيش يعني إسرائيل تواجه يعني حرب يعني ليس جيش نظاميا داخل قطاع غزة، وبالتالي من الصعب جدا التنبؤ على أنها ستقضي على حماس أو أن تضع هذا الهدف الكبير. وهذا ما أيضا اعترفت به المخابرات الأمريكية وأشارت على أن حتى على مستوى تحديد عدد القتلى من صفوف حماس بات من الصعب جدا أن يتم تحديد عدد القتلى، وأن أغلب يعني 27,000 أغلبهم إنما نقول على أنه 95% أو 96% منهم كلهم من المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وبالتالي هذا الهدف منذ البداية يعني كان يعني غير منطقيا. ثانيا على أنه لم تخطط إسرائيل لما بعد الحرب، وهذا ما أشارت إليه أول زيارة لبايدن إلى إسرائيل، قال هذا السؤال الذي طرحه بشكل كبير على نتنياهو، ما بعد الحرب، أي من الذي سيسير قطاع غزة، علما أن نتنياهو يرفض بشكل كبير عودة السلطة الفلسطينية الحالية لمواصلة سلطتها على قطاع غزة، وبالتالي ستكون يعني سيكون مصيرا مجهولا على مستوى تدبير هذا القطاع. وهذا السؤال الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية الآن إسرائيل تواجه صعوبة كبيرة في الإجابة عليه، خاصة وأن مصر ترفض وجود قوة دولية داخل قطاع غزة وترفض وتضع مجموعة من الشروط الأخرى على مستوى تدبير يعني القطاع ما بعد الحرب. ثانيا على مستوى هذه الهدنة، إسرائيل ترفض بشكل كبير عودة السكان إلى شمال غزة، ترفض أيضا رفع الحصار، ولكن أعتقد أن الوسطاء سيضغطون يعني بشكل كبير، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه الهدنة، سيضغطون بشكل كبير على نتنياهو بما في ذلك الخيارات السياسية والدبلوماسية، وقد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت يعني إلى الخيارات العسكرية عن طريق تقليص الدعم وعن طريق أيضا الضغط الدبلوماسي ومحاولة أيضا أن يتم التوجه لتشكيل حكومة جديدة داخل إسرائيل خارج أو بدون نتنياهو. إذن هناك يعني أدوات سياسية دبلوماسية يعني أيضا عسكرية تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تسرع في توقيع هذه الهدنة، وعلى الأقل أن يتم وضع حد لهذا، خاصة ونعلم أن سياق هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقود يعني حرب، تقوم بضربات في العراق، تقوم أيضا تحت ضغط مجموعة من الشركات التي قررت إيقاف يعني النقل البحري عبر 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 عبر, عبر, عبر البحر الأحمر، يعني كلها أيضا ضغوطات تخضع لها الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول ما أمكن أن تؤمن هذا المعبر، وبالتالي فهي أيضا تدخل طيب بعض المعارك الجزئية في الشرق الأوسط، وهو أيضا ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور حسين، ما الذي غيرته هذه الحرب إلى الآن؟ غيرت بعض المعايير السياسيه في المنطقه العربيه، دعنا نقول لك ان حادثه طوفان الاقصى تسببت بشكل كبير الى عوده الخريطه مره اخرى والحفاظ على قضيه الفلسطينيه، ودعنا نقول لك ان هذه الحرب اشعلت فتيل الحفاظ على الاراضي المقدسه الفلسطينيه، جعلت الجميع من الاجيال الجديدة والأجيال القديمة تتحدث عن قضية فلسطينية في مرة أخرى. دعنا نقول لك أن المعركة التي تتم على الساحة الفلسطينية
أشعلت التضامن العربي، التضامن من جميع الأجيال حتى وقتنا هذا، حتى الأجيال القادمة، إلى فكرة الحفاظ على القضية الفلسطينية. دعنا نقول لك أن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هل سيغير شيئا من التعاطي مع إسرائيل في هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في حق أهلنا؟ دعنا نقول لك ان محكمه العدل الدوليه بالقرار الحكيم الذي اتخذته في اداره الكيان الصهيوني لما يتم الان من احداث داخل قطاع غزه، بالفعل كان قرارا وحكما صحيحا في مواجهه حكومه صهيونيه غاشمه تقتل الاطفال والنساء بدون حق داخل الاراضي الفلسطينيه في غزه في رفح الفلسطينيه. دعنا نقول لك ان هذا القرار من محكمه العدل الدوليه كان قرارا حكيما وقرارا صائبا في القضاء على احلام الصهاينه والقضاء على احلام نتنياهو في السيطره على الاراضي الفلسطينيه وفي السيطره على المسجد الاقصى وفي السيطره على قطاع غزه وعمليه التهجير الفلسطينيين بره القطاع الى قطاع سيناء. ما الذي هو لهذا الحكم استاذ؟ ما الذي يمكن ان يكون له كتداعيات؟ تداعيات الضغط على مجلس الامن، تداعيات الضغط على الولايات المتحده لكي تصدر قرار بوقف اطلاق النار، واذا اصدرت الولايات المتحده وقف هذا القرار من مجلس الامن سوف تقف ويقف الكيان الصهيوني من مقتل النساء والاطفال، وسوف يكون هناك عمليه تنسيقيه ما بين محكمه العدل الدوليه ومجلس الامن وما بين القيادات الامريكيه وايضا القيادات المصريه للضغط على الكيان الصهيوني بوقف اطلاق النار وانهاء الحرب وفكره اعاده اعمار غزه من جديد. طيب أعود إليك الدكتور رائد أبو بدوية. في الحقيقة الحديث ليس عن هدنة، الحديث يجب أن يكون عن انتهاء هذه الحرب وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها غصبا. بالنسبة إليك، هل أشرفنا، اقتربنا من نهاية هذه الحرب؟ يعني محتار أنا حقيقة، كل مرة بشوف الموقف الأمريكي بيتغير. نعم. بعتقد انه اقتربنا، ولكن واضح انه يعني نتنياهو وحكومته وحياتهم السياسيه مرتبطه باستمرار هذه الحرب يعني. طيب هل يمكن مثلا التوصل الى صيغه تعطى من خلالها ضمانات الى نتنياهو بعدم المتابعه مقابل ان يتنحى عن الحياه السياسيه وان تشرق الشمس اخيرا على غزه؟ هناك فرصة في داخل النظام السياسي الإسرائيلي، مش عارف إذا لابيد يستخدمها وغانس اللي هم حاول لابيد يستخدمها قبل ما حماس ترد على صفقة باريس أو إطار باريس، اللي هو لابيد هو طبعا حزب في المعارضة، وقال لنتنياهو، قال له أنا راح أوفر لك شبكة الأمان في الكنيسة الإسرائيلي بأنه ما تنحجبش أو مرر لك أي صفقة بتوافق عليها. ولكن ما يحتاجه نتنياهو بعتقد ليس شبكة أمان لتمرير صفقة، طبعا في مقابل ضغط أحزاب اليمين يقصد، ولكن أنا بعتقد أنه ما يحتاجه نتنياهو توفير شبكة أمان في بقائه في الحكم لانتهاء مدته الطبيعية. وبالتالي إذا لابيد وغانس من جهة أخرى اللي هو الموجود حاليا معه بمجلس الحرب ضمن وقدموا ضمانات لنتنياهو باستمرارهم معه في الائتلاف الحكومي إذا انسحبت أحزاب اليمين حتى موعد انتهاء الانتخابات القادمة، بعتقد في هذه الحالة نتنياهو سيتخلص من الضغط من أحزاب اليمين المتشدد الموجود معاه، وممكن ساعتها وقتها يؤمر بوقف الحرب وممكن يروح لصفقة أسرى مع مقابل وقف العمليات. ولكن حتى اللحظة لبيد يرفض الدخول في حكومة ائتلاف معاه بسبب وجود أحزاب اليمين موجود معاه، يعني شرطه للدخول في ائتلاف هو خروج أحزاب اليمين من هذا الائتلاف الحكومي. وأيضا لن يستطيع لبيد ولا غانس أن يقدموا ضمانات لضمان استمرارهم معه إلى 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 انتهاء فترة العادية اللي هي لحد 2025. طيب دكتور محمد زهور، من يمكن أن يجعل اليوم، أن يصنع اليوم فرقا من أجل نهاية حرب كل هذه التحركات الدبلوماسية؟ نراك تحركات حثيثة من مصر، من قطر، من السعودية، من دول أخرى، من الاتحاد الأوروبي، ولكن كما يقول الدكتور بدوية اختلط علينا الأمر، كنا نتوقع أن تكون الحرب كما ذهب صناع الرأي في نهاية الشهر الفائت، وها نحن ندخل في الشهر الخامس ولا أمل يلوح في الأفق. أولا هناك مجموعة من المؤشرات على أن هذه الحرب أعتقد أنها تسير في أي أسابيعها الأخيرة،
لماذا؟ لأن أولا قرار محكمة العدل الدولية من الناحية القضائية، إسرائيل فقدت يعني الدعم الدولي حتى على مستوى المحافل الدولية، وأن كانت تراهن على أن تميل يعني محكمة العدل الدولية إلى طابع سياسي، في حين أنها في الحقيقة مالت إلى وقائع قانونية أكدت فيها على أنها لها الحق أولا في البدء في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ثانيا على أن هذا التغير الموقف الأمريكي في الأيام الأخيرة، ثالثا هناك ضغوط أيضا من دول عربية من المملكة العربية السعودية ومصر، ثانيا النتائج الميدانية يعني حتى على مستوى الأهداف التي سطرتها إسرائيل يعني لم تحقق إلا الدمار، يعني الدمار في حين أن القضاء على حماس لم يتم، وبالتالي كل هذه المؤشرات واستمرار أيضا المقاومة والتحرك داخل أراضي غزة واستمرارها ولو أنها أصبحت في الحقيقة تحركات مقيدة لحركة حماس، هذه التحركات يعني العسكرية لحركة حماس المستمرة، كما أن تقارير أيضا كل الأجهزة الاستخبارية تشير على أن القضاء على حماس كما أشار الرئيس الفرنسي سابقا تحتاج إلى سنوات، وبالتالي إسرائيل لا تملك لا الدعم الدولي ولا حتى من الناحية ضمان الاستدامة العسكرية أو الدعم العسكري الأمريكي في ظل الضغوط أيضا التي تعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها في الحقيقة تعتبر شريكة في هذه الحرب بالنظر إلى ما تقدمه من مظلة سياسية دبلوماسية اقتصادية وعسكرية لإسرائيل. إذن كلها ضغوطات في الحقيقة تؤشر على أن هناك توجه على الأقل لتجميد هذه الحرب، ولكن في الأسابيع القادمة قد نقول طيب. حتى على مستوى الضربات العسكرية لم تكن في الحقيقة بالحدة التي كانت فيها منذ البداية، صحيح أن إسرائيل دخلت مجموعة من المناطق داخل قطاع غزة، ولكن أغلب السكان يعني تم تهجيرهم الآن إلى رفح، وبالتالي عملية رفح لن تكون بالعملية السهلة التي تستطيع إسرائيل أن تقودها، وبالتالي لن تحظى بالضوء الأخضر الأمريكي، ولكن لابد أن نقول على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على يعني على الضغط على إسرائيل من أجل هذه الهدنة التي في نظري ستقوم على وضع على الأقل لوقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تصر على أن تكون هدى متتالية وأيضا بشروطها الخاصة، ولكن لا أعتقد أنها ستصمد أمام الضغوط الأمريكية إن كانت لدى الولايات المتحدة. طيب واضح تمام. دكتور محمود حسين، هل يمكن لعمل عربي مشترك أن يحدث الفرق هذه المرة؟ لا، أنا أقول لك أنا بالفعل لابد يكون هناك عمل عربي مشترك ما بين القيادات المصرية والقطرية وأيضا السعودية والبحرينية، وأيضا دور المملكة المغربية في عملية استقرار الوضع في داخل قطاع غزة، وأيضا الاستقرار الوضع بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية رام الله، خان يونس، العديد من المناطق الفلسطينية التي تتأذى من الاحتلال الصهيوني الغاشم. دعنا نقول لك أن هناك محاولات مغربية حسيسة قوية لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية المغربي ودوره بشكل أساسي في فكرة المحادثات المغربية مع إسرائيل، فكرة وقف إطلاق النار، فكرة تعزيز القدرات وصول المساعدات الإنسانية، التواصل أيضا الشعوب العربية والمظاهرات الأسبوعية التي تقام في كل دول العالم العربي مناصرة لفلسطين، أيضا كانت أداة ضغط على القيادات العربية لكي يبحثوا إلى ثقافة هي ثقافة تحرير الأقصى وإعمار غزة من جديد، وهنا لابد أن يكون هناك هذا الترابط الحسيس والقوي. في مناقشتي لاجتماع جامعة الدول العربية ومناقشتي أيضا لاجتماع البرلمان العربي واستقبالي أيضا للقرارات التي صدرت من جامعة الدول العربية ومن أعضاء البرلمان العربي، أيضا كان هناك دورة للبرلمان المصري والبرلمان المغربي في حديث وقف إطلاق النار بالتعاون أيضا مع القيادات الفلسطينية السياسية البرلمانية، وحس أيضا إلى قرار مستلى من خلال لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي الذي كان هناك أيضا دورا مغربيا حسيسا في إرسال ملف كامل لحقوق الإنسان الذي يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين إلى أن يكون على طاولة رئيس البرلمان العربي الدكتور السفير عادل عسومي، وتم مناقشة مباشرة من البرلمان المغربي للقضية الفلسطينية داخل البرلمان العربي، والمطالبة أن يذهب هذا الملف إلى جنيف، وكانت هنا العملية الخارجية المغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية
على وضع حسيس خارجي بوقف اطلاق النار نهائيا ووصول المساعدات الانسانيه عن طريق الاردن وعن طريق مصر رفح لكي يكون هناك ترابط مغربي عربي مصري لوقف اطلاق النار داخل قطاع غزه. الدكتور محمود حسين شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. شكرا موصول كذلك للدكتور محمد زهور الذي كان معنا من البرميم، وشكرا الوفير كذلك للدكتور رائد أبو بدوي الذي كان معنا من رام الله. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير.